Thank you.
التكبير كل تكبيرة وحلاوة السنة مستقلة. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.
تصلى نارا حامية تسقى من عين نارية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله بتمام الصيام
قيامه واستبشر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون، عيدكم مبارك وسعيد، أدام الله عليكم أيام الفرح والسرور وسقاكم سلسبيل الحب والإخاء، وتقبل الله صيامكم وقيامكم وصلواتكم وصدقاتكم وجميع طاعاتكم، وكما فرحتم بصيامكم فافرحوا بفطركم، فقد علمتم أن للصائم فرحتان يفرحهما فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، أديتم فرضكم وأطعتم ربكم وصمتم وقرأتم وتصدقتم، فهنيئا لكم ما قدمتم. واعلموا رحمكم الله أنه ليس السعيد من أدرك العيد ولبس الجديد، ولا من كانت الدنيا تأتيه على ما يشتهي ويريد، إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد وراقب الله بما يبدئ ويعيد، وفاز بجنة لا ينفد نعيمها ولا يبيد، ونجا من نار حرها شديد وقعرها بعيد. عباد الله، بالأمس القريب كنا نستقبل ونترقب شهر رمضان بشوق وفرح وسرور، وها نحن نبدعه بحزن وألم. أملنا ورجاؤنا أن يتقبل الله تعالى منا الصيام والقيام، وأن يثبتنا على الطاعة وعلى الذكر والاستغفار وقراءة القرآن والمحافظة على الصلوات الخمس وعمارة المساجد. الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله بكرة وأصيلا. أيها الإخوة في الله، رمضان نقطة بداية وليس نقطة نهاية، فلا بد من المداومة على الطاعة الطاعات والقربات، وهي سمات الأنبياء والصالحين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم على أحب الأعمال إلى الله تعالى فقال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فمن الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس تخصيص شهر رمضان بالطاعة والاستقامة دون غيره من الشهور، فالعبد لم يخلق ليكون عبدا لله برمضان وعبدا لهواه بعد رمضان، فرب الشهور واحد. فمن الخطأ أن يهدم المرء ما بناه في رمضان. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المؤمنون، احذروا عدوكم الشيطان الذي كان مكبلاً في رمضان، أصبح الآن حراً طليقاً، يتوعدكم بالكيد والغواية، يتربص بكم ليوقعكم في الضلال والمعصية. قال تعالى: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. سنقف لكم بالمرصاد ويحول بينكم وبين الطاعة، ويدعوكم إلى الخمول والكسل والتفريط والتقصير وهجر المساجد والقرآن والذكر، ويدعوكم إلى المعاصي بعد رمضان، فإياكم أن
أن تستجيبوا له. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا ولله الحمد. عباد الله، العيد فرصة، العيد فرصة لتحسين العلاقات، لتحسين العلاقات وتسوية النزاعات وجمع الشمل ورعد الصدع وقطع العداوات المنتشرة بين الناس. فمن ففي العيد تتقارب القلوب، تتقارب القلوب على المحبة والود، وتجتمع على الألفة والمحبة، فيجتمع الناس بعد افتراق ويتصافون بعد كدر. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ورحم الله، ورحم الله من أعان على إعادة مياه المودة إلى مجاريها. فاجعل أخي المسلم هدية العيد لهذا العام عفواً وصفحاً وغفراناً لإخوانك وأقاربك وجيرانك وأصدقائك. قال تعالى: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فما أجمل أن يكون العيد فرصة لصلة الأرحام والتقاء المتقاطعين. فاستقيموا على الطاعة، واثبتوا على العبادة، واقبلوا المعروف، وقوموا بأوامر الدين، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، ساهموا في بناء مجتمعكم وأمتكم ونشر الخير والأمن والمحبة والتآلف فيما بينكم، تسعدوا في دنياكم وفي آخرتكم. واعلموا رحمكم الله أن السعادة في العيد لا تكون بالمظاهر والشكليات، وإنما تتجسد في المعنويات وإتيان الصالحات. فاذكروا آلاء الله عليكم إذ تنعمون بحلول هذا العيد المبارك في أمن وأمان واستقرار وصحة وخير وعافية وإيمان. فهذه النعم سلبها كثير من الناس، فحافظوا عليها بالشكر. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله، فشكر الإله يزيل النقم. قال تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر، 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 ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أولاكم من نعم، اشكروه جل وعلا على بلوغ هذا اليوم العظيم، واستعينوا بنعم الله تعالى على طاعته، واستعينوا بنعم الله على طاعته سبحانه وتعالى. تذكروا أنكم قادمون على ربكم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها المسلمون، حافظوا على دينكم وقوموا بأركانه وواجباته، فهو دين الشمول والكمال. لا خير إلا دل عليه، ولا شر إلا حذر منه. جاء بجلب المصالح ودرء المفاسد
والحفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال. قام على أسس عظيمة وأركان متينة، من لم يأت به فقد خسر دينه. أهم أركانه بعد الشهادتين، بعد لا إله إلا الله محمد رسول الله، الصلاة المفروضة، فهي الفارق بين الكفر والإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فلا بد من إقامة الصلاة بأركانها وواجباتها في الجماعة وفي بيوت الله عز وجل. عباد الله، أدوا زكاة أموالكم، حصنوا أموالكم بالزكاة، احفظوا جوارحكم من الآثام. احذروا الزنا والربا والخمر والمخدرات، طهروا ألسنتكم من الغيبة والنميمة وشهادة الزور، احذروا الظلم فإن عواقبه وخيمة. لا تظلمن إلا ما كنت مقتدرا، فالظلم يرجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. أوفوا الكيل والميزان، لا تأكلوا أموال الناس بالباطل، لا تأكلوا أموال اليتامى. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أيها الشباب، أنتم أمل الأمة ورجال المستقبل، عليكم بالاستقامة على دين الله والتحلي بالصبر والمصابرة والأخلاق الكريمة والبعد عن الرذائل والمفاسد والانحراف. صونوا أنفسكم أيها الشباب، تيقظوا لمخططات أعدائكم تجاهكم، وكونوا منها على حذر. الله أكبر، الله أكبر. أيتها الأخوات المسلمات والنساء الفضليات، إن مكانتكن في الإسلام عظيمة، فالمرأة في هذا الدين درة مصونة وجوهرة مكنونة، حافظ عليها بالستر والحياء والحجاب، ونهى عن كل ما يكون سببا في التعدي عليها وإيقاع الفتنة فيها ولها من التبرج والسفور والاختلاط بالرجال والنساء والخروج إلى الأسواق. فالله عز وجل قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. عباد الله، يمر علينا العيد ونحن ننعم بالأمن والأمان والصحة والعافية، لكن يجب علينا أن لا ننسى إخوانا لنا في البلدان العربية، في أوضاع بائسة، بأحوال بائسة وأوضاع مؤلمة من حروب واقتتال وفتن، في سوريا، في اليمن، في العراق، في فلسطين الجريحة، في ليبيا، في القدس، وفي غزة المحاصرة، وما يفعله اليهود في أرضنا العربية الحبيبة من قتل وتشريد وتخريب للمقدسات. ونحن لا نملك إلا الدعاء، لا نملك إلا الدعاء لهم بالنصر والتمكين، فاللهم انصرهم على أعدائهم. عباد الله، ها نحن نودع شهر رمضان الكريم، ونسأل الله تعالى أن يتسلمه منا وأن يسلمه لنا وأن يجعله شاهدا لنا يوم القيامة وشفيعا لنا. فاللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام، واجعل
أصبته ولا دينا إلا قضيته ولا كائنا إلا قبلت توبته ولا ولدا إلا أصلحته ولا عصيرا إلا يسرته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا بها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق والدين. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى وإلى ما فيه صلاح البلاد والعباد وارزقهم بطانة خير تعينهم على خدمة البلاد والعباد. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم عجل بنصرهم يا حي يا قيوم. اللهم اجعل عيدنا سعيدا وعملنا صالحا رشيدا. اللهم أعد هذا العيد على الأمة الإسلامية جمعاء وقد تحقق لها ما تصبو إليه من عز ومجد ونصر. اللهم من علينا بإعادة المسجد الأقصى إلى بلاد المسلمين. اللهم ارزق بلادنا الجزائر. اللهم ارزق بلادنا العافية وسائر بلاد المسلمين. اللهم استجب لنا. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا.